بونجور لو ماروك، خوتي خواتاتي، السلام عليكم اخواني اخواتي. باغي نحكر شويه على الموضوع ديال الفقر اللي كيعيشوه الثوار اعباري والمناطق ديالو. اليوم جبت لكم فيديو تشوفوا وتحكموا، انتم هما الحكام، تعرفوا انه هاد الثوار واش بصح عايش في الفقر، الفقر ديال منها عزلة، منها يعني في أوقات البرد من طبيعة الحال سيكون الحال القاصح. وبلا ما نطول عليكم، شوفوا الفيديو. وين تاسيو جديد المحاين انتخاف والغيف نغيب يتير يبي ترغيف نغوار ويبلدان يبي ترغيف نغيلا وتفر يبي ترغيف نختني اللات ستعص بناتهم هاي تخس الليق عمي هاي تخس وفوتين وضغات ها ها انا بلقان جاب الفور انا بلقان شحلي الان انا اشتشتو وليدي وسيد وليدي شان ووارد سنساوار والوارد وشان يضوي من ذا تشجع خفيت وثمين وقد غاد همتند هاد هالون ينضل الشيء لا استجعي مشي جيدا شجالي تشويز وغز وغز واق 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 وتشج خليش تموت ندي غاونا سيادنا اتين صرب بير ماري ايه توع الغيفنا اذا تشجع قوش والله اذا تشجع قوش هل ذا تشجع غاد يستنتم بيبجا يغلون انا قد غادي نختب لي بدار عرف ايوا ني غاون ها هاتين عني غي ولين ان زمان دي ولين دغاي جا فغني ويت خنطالين هات نطال انت دغاي فيها سما اذا غي صلاه كاد جال تايد شي يز الجيدي تيرين مكر هزات خشاك شب خشاك ايش خاطر اللي جاتين اللي انت يخستال وانسن هاي الناس وانا وخن فافي نقول تيسوي خصالبي هانت معي السندي اللي غنغلط شان وكشان السن وشاي على علي جوار هذا الرجال استخل بدينا متيج هي فين بغنجي خسان انضرا هي ما ينتج هي تغير حفاسه تدود اللي غنغلط الحفادي ولي اذا ياكل كشغداها هاوي خطوت فت ها دايدي تشاغوت فلداتش خي غاسي مشي يطل ادغي هي هاتين شاي حنياي تخاسن الجال غالي والغي غد غيادة وانا اكتن الشلغو دا جي خسا وداسا والتشال وغي اريخ سوديت هنستن شا سويت وتنلغي في الزيلي على اختين واشني يوغن ينضلد يمت يوغن يقيم لي على خرات باقي يمتي فقد غال فقد غال هليال دي اختالو غي سمونتن وسكواز الو غدي اختالو باج يلا استي يضا لي حاجة يتسولو الشرق ولا يستي لي حاج انت ولا يضا نلتري ناس نلتني ينتمد عغي ستشاو لي السباعة خاصر شلاض مجنيه يمو ثني سمونتن وسكواز ولو غاشن يون يون ينضل دمتي يون يقيم لي على خرات سباعة يمتي السقاط غلط يختل وارو يضبيه من وارو يركينات وارو هرق قواد غيت فوكاي هات صرخش تمضل هات يندها السنة يخسا الإخوان بارتاجيو هذا الفيديو في لاباج ديالي صفحة خليفة سكيزوفرين. ما بقى لي ما نقول الفيديو شفتوه، كنتمنى يوصل للجهات المعنية بارتاجي ديالكم، وكنتمنى منكم ما تبخلوش على هذا الفيديو باش يوصل ان شاء الله للجهات المعنية وتلقى لنا حلول لهذه المعاناة اللي كنعيشوها. والسلام عليكم.